السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ وليد؟ والله بخير حال، في نعمة وفضل من الله. الحمد لله. أنا مبتدئة، نعم بنتي مبتدئة رقم 444، اتصلت بحضرتك قبل فترة ايوه صحيح، من حوالي 4 ايام او 5 ايام. نعم تقريبا. اي نعم. بالنسبة لأولاد أولاد علي عليه السلام، نعم كان قبل 2003 هما أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أسماءهم، قبل 2003 كانوا مكتوبين على ضريح الإمام الحسين عليه السلام. نعم بعد التجديدات بعد 2003 انشالت الأسماء. الله أكبر، حتى أسماء علي ابن علي ابن نعم علي ابن أبي طالب اتشالت. كان نعم في كمان هم ضريح، موجودين كان في وقاريهم. ضريح كان اسمه نعم عمر بن علي بن ابي طالب، كان في ضريح اسمه عمر بن علي بن ابي طالب، فمن الغباء الشيعي نعم موجود. قاموا جايين حاطين الف ونون بقى عمران، المفروض هم ايه عمران، تمام. فطبعا اصلا الراء نعم عليها فتحة فاصبحت عمران، يعني ناس يشيلوا الفتحة، عمران يعني ناس يشيلوا الفتحة، يعني هم نعم زودوا لها الف ونون عشان ما يبقاش عمر، سموه عمران. سبحان الله، مديح اصلا فالفتحة سبحان بقت الله من عمران، قدرهم يعني عمران يعني مش عمر واحد، بقوا اتنين مش واحد. عمران. نعم. الله لا الله يقدرون يدلسوا لها حقائق ابد نهائيا، هذه موجودة موجودة غصبا عنهم. الله المستعان. والله يعني حتى القبر كمان وأنت وحتى الضريح غيروا الاسم، سبحانك يا ربي. نعم اكيد الله اكيد، المستعان. هو احتلال هذا الاحتلال المفارق المجوسي، الله ابتلانا بيه الحمد لله. على كل حال الله المستعان، يلا خير ان شاء الله، جزاكم الله والدي خير. ربنا يسلم عليك، الله والدي يكرمك. يسلم عليك ويقول لك انا متى احصلك، الله متى يقدر يكرمك. يحصلك. تفضل. الو. ايوه معاكي، معلش اخر حاجه ما سمعتهاش. والدي يسلم عليك الله يسلمه يا رب، الله يسلمه. ويقول لك متى اقدر احصلك. خليه لو هو جنبي خليه حصلني دلوقتي. تمام تفضل، هلا وياك والدي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا يا حبيبنا؟ والله بخير حال الحمد لله. والله يعني لازم واسطة يعني؟ معلش بقى نعمل ايه بقى؟ الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يبارك يكرمك. فيك. بس حبيت مقترح صغير لو سمحت. اتفضل الله يا غالي يخليك. اتفضل. بعد التكبيرات مال المهتدين، الله لا يحرمك اجرهم ان شاء الله. اللهم امين. في آية في القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل موتوا بغيظكم ايوه ان الله عليم بذات الصدور، يا ريت تحطها بعد التكبير. حاضر حاضر، من العناية الاثنين نخلي حد يقرأ. السلام عليكم كويس ورحمة كويس الله كده ان شاء الله ونعمل. حاضر يا غالي، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بص يا اخوانا، لاحظوا هنا الامام عمر بن علي بن ابي طالب، الامام عمر ابن علي بن ابي طالب، ابو جايين حاطين الف وحاطين نون، بصوا حطوا الف اهي باينه قوي، يعني باينه ونون اهي باينه قوي، يعني سبحان الله يا باينه قوي قوي قوي، يعني اهي اهي شايفين يا اخوانا، شايفين تخيلوا يا اخوانا، دول قوم زور، دول قوم بهت والعياذ بالله، قوم زور وقوم بهت، يعني حتى كمان يعني علي بن ابي طالب اختار اسم عمر وهم عايزين يغيروه، يعني تخيلوا. ولما تيجي تبحث اصلا هو علي بن ابي طالب عنده اسم ابن عمران؟ لا. يعني شوف قوم، يعني وصل بيهم الحل ايه؟ يعني اكبر مزورين. والاخت من شويه بتقول لك شالوا اسماء، شالوا اسم ابي بكر الصديق، ابي بكر وعمر ابناء علي من الذين قتلوا مع الحسين رضي الله عنه وارضاه. يعني تخيل